أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من أول أصحاح من سفر حجي النبي. هقرأ أولا من آية 6: والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. الروح القدس بيكلمنا عن الكيس المنقوب. الناس أيام هذا النبي، أيام النبي حجي، كان حلهم هو الكيس المنقوب. بياخدوا أجرة، بياخدوا مكافأة، بياخدوا مرتب، كل واحد في شغله، إنما كأنه بيحط الفلوس في كيس منقوب، يعني الفلوس اتحط وتقع كأنه ما خدش حاجة، الكيس المنقوب. وفي نفس الآية رقم 6 الروح بيقول لهم زرعتم كثيرا، عملتوا مجهود في الشغل كتير. الناس اللي بتزرع، يعني الناس اللي بتشتغل عند حد مثلا، بتاخد فلوس كأنها بتحطها في كيس منقوب، مفيش بركة. الناس اللي بتزرع يقول لهم كده زرعتم كثيرا وإيه ودخلتم قليلا، يعني العائد المردود بتاع التعب لا يتناسب مع التعب. زي واحد بيشتغل كتير وبيشتغل بأمانة وبعدين يدور على الدخل بتاع شغله في نهاية الشهر او في نهاية الموسم يلاقيه قليل، ما تناسبش مع المجهود اللي عمله. او واحد تاني بياخد فلوس، فلوس كويسة، انما يفكر كده الفلوس خلصت بسرعة كأنها اتسرقت، عنده كيس منقوب. الرب بيقول لهم على العلاج، ما هو علاج الكيس المنقوب؟ آية رقم 8 الرب بيقول لهم اتحركوا، بيقول لهم اصعدوا، اطلعوا، اطلعوا فوق الجبل، اصعدوا الى الجبل، اعملوا مجهود، اطلعوا فوق الجبل هتحل مشاكلكم، وهاتوا من فوق الجبل خشب، في خشب فوق هاتوه. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ نكمل الآية نفهم. اصعدوا إلى الجبل وآتوا بخشب وابنوا البيت. يبقى هنا الحديث عن بناء بيت الرب، لأن بيت الرب اللي هو الهيكل اللي عمله سليمان كان اتهدم أيام أرمية، اتهدم هيكل الرب، جم البابليين وهدموا الهيكل. في وقت حجي بيعيدوا بناء الهيكل. فالرب بيقول لهم اطلعوا فوق الجبل في خشب هاتوه وابنوا البيت. اللي هيحصل مشكلتكم هتتحل، هتلاقوا البركة، هتزرعوا قليل، مش هتزرعوا كتير والنتيجة قليلة، لا هتزرعوا قليل والنتيجة كتير، تزرعوا كتير والنتيجة تبقى كتير كتير كتير، تاخد فلوسك أجرتك مرتبك تلاقي فيه بركة، فلوس اللي بتاخدها بتكفيك وبيفيض فيها لأن فيه بركة، وبتشوف الرب فعلا هو اللي بيدي لك الفلوس، وهو مسؤول ان الفلوس اللي بيديها لك تسدد كل احتياجاتك. ليه؟ لأن ده بنعرفه من الكتاب المقدس ان الرب بيملأ كل احتياجاتنا، فبيخلي فلوسنا تكفينا وتفيض ولا يعوزنا شيء. داود قال كده الرب راعي فلا يعوزني شيء. بس امتى الرب يبارك في دخلي؟ امتى الرب يبقى الراعي اللي بيهتم بيا ولا يعوزني شيء؟ في شرط، شرط هنا ان انا اهتم ببيت الرب، ان انا اهتم بعمل الرب، ان انا اهتم بخدمة الرب. ما اهتمش بخدمة الرب، انا مؤمن، الكلام ده للمؤمنين اللي ليهم علاقة حقيقية بالرب يسوع، ما اهتمش بخدمة الرب مش هلاقي بركة.
هيبقى دايما عندي كيس منقوب، كيس دايما هشكي، دايما اقول الفلوس مش مكفيه، دايما اقول عندي كيس منقوب. ليه؟ لاني مش بخدم. ليه؟ لاني امور الرب مش هي نمره واحد في اهتماماتي، لاني امور الرب مش نمره واحد في اهتماماتي. نمره واحد في اهتماماتي ان انا ازرع كتير، نمره واحد في اهتماماتي ان انا اشتغل. لا، لازم نمره واحد في اهتماماتك لو انت مؤمن، لو انت لك علاقة حقيقية مع الرب يسوع، تبقى امور الرب، تبقى خدمة الرب. هتقول لي طب اخدم الرب ازاي؟ اقول لك دايما في خشب، بس انت عليك تطلع، عليك تتحرك. لو اتحركت هتلاقي الخشب. يعني هنا الرب بيقول لهم ايه؟ اصعدوا الى الجبل، اطلعوا فوق الجبل، هتلاقوا الخشب، هتلاقوا خشب فوق الجبل، هتلاقوا شجر كتير تجيبوه للبناء، هتلاقوا خشب فوق الجبل. انما تقعدوا في بيتكم مفيش خشب. انت عايز تتبارك في فلوسك، عايز تتبارك في بيتك، عايز تتبارك في صحتك، اخدم الرب. ما تقوليش مش لاقي خدمه، اطلع واطلع الجبل. طلوع الجبل اكيد في شويه مجهود، اطلع، مش تمشي في الشارع، اطلع، يعني اعمل شوية مجهود وصلي كده، هتلاقي الخشب قدامك اللي هتبني او تساهم بيه في بناء بيت الرب. اللي هتساهم بيه باللغة بتاعت العصر بتاعت الوقت بتاعنا في خدمة الرب، هتلاقي الخشب اللي تساهم بيه في ربح نفوس للرب، هتلاقي الخشب اللي تساهم فيه في انتعاش كنيستك. اصعدوا الى الجبل. عزيزي المشاهد، اصعد، اطلع من اللي انت فيه، صلي ودور، وهتلاقي الخشب اللي هتخدم بيه بيت الرب، ومش هيبقى عندك جيب منقوب، ولا هيحصل انك تزرع كتير وتدخل قليل. عزيزي المشاهد، بهذه الحلقة، بالحلقة دي، ببدأ معك سلسلة جديدة. السلسلة دي عن موسى النبي. احنا عملنا سلاسل قبل كده عن موسى، اذكرك كان في سلسلة عن عائلة موسى، وفي السلسلة دي عرفنا بقى موسى، ولادة موسى والمشاكل اللي حصلت او التهديد اللي تعرض ليه وهو طفل صغير، لان كنا بنتكلم عن ايمان اهله. السلسلة كانت عائلة موسى. في السلسلة دي اتكلمنا كمان عن هارون لأنه أخو موسى، والأحداث اللي داخل فيها موسى وهارون. اتكلمنا عن زوجة موسى، اتكلمنا عن أفراد أسرة موسى في علاقتهم بموسى. السلسلة كان عنوانها عائلة موسى. مش هنتكلم عن الأحداث دي في السلسلة الجديدة، السلسلة الجديدة عن موسى، لكن مش هنتكلم فيها عن أي أحداث موسى كان ليها علاقة بأحد أفراد عيلته، سواء زوجته، سواء أبوه أمه، سواء أخوه، سواء أخته مريم. مش هنتكلم عن ده، لأن ده تكلمنا عنه في السلسلة اللي كانت بعنوان عائلة موسى. عندنا سلسلة كمان عملناها كانت عن موسى في مواجهته الفرعون، ودي بقى اتكلمنا فيها عن الضربات العشر وعن الفصح وعن خروج لما الشعب طلع وفرعون مش وراه. مش هنتكلم برضو عن هذه الامور في السلسلة الجديدة. السلسلة الجديدة هنتكلم فيها بقى عن رحلة موسى في البرية. مش هنتكلم بقى عن لما كان في مصر والضربات العشر، تكلمنا عنها قبل كده. هنتكلم عن رحلته في البرية لما طلع من أرض مصر لغاية ما وصل لحدود أرض كنعان. الرحلة دي استمرت كام سنة؟ 40 سنة. ومش هنتكلم في الرحلة دي عن الحاجات اللي اتكلمنا عنها في السلسلة بتاعة عائلة موسى، أو سلسلة اللي كانت عبارة عن موسى وفرعون. مش هنتكلم عن في السلسلة دي عن حاجات اتكلمنا عنها قبل كده. رحلة موسى في البرية كانت كام سنة؟ كانت 40 سنة.
وبذكرك ان موسى عاش على الارض كام سنه؟ 120 سنه. بتتقسم ثلاث اقسام متساويه، عندنا 40 سنة، بعدين عندنا 40 سنة، بعدين عندنا 40 سنة. دي مرحلة ودي مرحلة ودي مرحلة. في 40 سنة الأولى موسى كان في أرض مصر، وبالتحديد كان عايش في قصر فرعون. ليه؟ لأنه اتربى باعتباره ابنة فرعون من هو صغير، من هو طفل عمره 3 شهور ابنة فرعون تبنته، بالتبني تبنت موسى وقعد في قصر فرعون 40 سنة. وبعدين طلع من القصر ده وساب قصر فرعون لما عرف ان الرب، وتأكد ان الرب دعيه. دعيه لإيه بقى؟ انه يقود الشعب اللي كان عايش في أرض مصر تحت سيطرة فرعون ومذلولين لفرعون. الرب دعاه ان يطلع الشعب ده من ارض مصر ويمشيه يوديه كنعان. لما عرف كده طلع من القصر بتاع فرعون وقال انا مش عايز ابقى غني ومش عايز ابقى حاكم للبلد ولا عايز حاجه من كده، انا عايز اخدم الرب. كان عمره كام سنه؟ 40 سنه. وبعدين هرب بقى من أرض مصر، لأن فرعون كان عايز يتخلص منه، فهرب. هرب راح مديان، قعد هناك 40 سنة. وفي 40 سنة دي كان بيعمل إيه؟ كان بيشتغل راعي غنم، بيرعى غنم. دي المرحلة الثانية. يبقى في المرحلة الأولى دي كانت مرحلة فيها فلوس كتير قوي قوي، غنى كتير قوي قوي، وتعليم كتير قوي قوي قوي، لأن في أعمال الرسل يقول لك تهذب، يعني تعلم بكل حكمة المصريين. واحد بقى ابن من عيلة فرعون، بقى من عيلة فرعون بالتبني، فكان فيها فلوس كتير قوي وفيها تعليم كتير قوي قوي. دي المرحلة الأولى. ضحى هو بالغنى، إنما التعليم ده جواه. ودخل في المرحلة التانية. المرحلة التانية بقى ما كانش فيها الغنى، لا. ليه؟ لأنه بيه راعى غنى. يعني من واحد كان قريب يبقى في السلطة، وقد يكون يبقى فرعون حاكم للبلد او حتى نائب لفرعون او وزير كبير، لواحد بيرعى غنم. شوف الاختلاف. وعاش يرعى غنم كام؟ 40 سنة. ما هوش غني وبيعمل مهنة جديدة. تقول لي ليه كده وليه البهدلة دي؟ ده اعداد. الرب كان بيعده في 40 سنة الاولى والتانية، 80 سنة، عشان 40 سنة اللي احنا هنتأمل فيها اعداد. اعدوا في قصر فرعون من خلال اللي اتعلموا اعداد مفيد، اكيد مفيد لي لما هيخدم الرب في اعداد. يعني دي سنين ما ضاعتش. اصل في واحد يقول لي دي ايه السنين دي؟ لا، هو الرب ليه قصد ان موسى يتعدى بالطريقة دي. ليه؟ لان ده هيبقى قائد للشعب، فالرب عايزه بثقافة معينة، معد تفكيره تعليمه. المؤمن اللي عايش مع الرب بيثق ان كل ما حدث في حياته ليه فايدة. فيش حاجة حصلت في حياتي ملهاش فايدة، وفيش حاجة حصلت في حياتي الرب ما يقدرش يستخدمها. الرب يستخدم تعليمي ويستخدم التجارب اللي انا دخلت فيها وانا صغير ويعمل بيها شخصيتي، خلاه يفهم المصريين، خلاه يشوف ازاي انهم غناي وعندهم حكمة وعندهم علم لكن مش سعداء.
شاف وتعلم في الأربعين سنة الأولى، ما كانش أربعين سنة ضائعة مفيش حاجة بتضيع. تقول خسارة أربعين سنة؟ لا مش خسارة. الإعداد مهم جدا، ولازم تتعلم الدرس ده، إنك لو أنت عايز تعمل حاجة فيها نجاح عدها كويس. الإعداد مهم جدا، خد وقتك في الإعداد، اسأل، استفيد من خبرات السابقين. لو أنت بتعمل حاجة عد الأمور جيدا. وجزء أساسي من الإعداد لأي أمر أنت عايز تعمله أو هتنقل حياتك لبلد، عد ده. وجزء أساسي من الإعداد هو إيه بقى؟ الصلاة، وإنك تعمق علاقتك مع الرب. هتقول لي هو موسى لما كان في قصر فرعون كان بيعمق علاقته مع الرب؟ طبعا. إزاي؟ لأن موسى ما فقدش صلته بعيلته. لمن هو صغير أمه وأخته معاه، وأمه كانت بترضعه، وعشان كده اتحفظ تأثير أمه عليه، وممكن كمان نقول أخته، تأثيرهم عليه أثقل وأقوى من تأثير قصر فرعون اللي مليان عبادة وثنية. ما طلعش بيعبد الإله رع ولا أوزوريس ولا لا، طلع يعبد الإله بتاع اللي بيعبدوه أباؤه، بيعبد الإله الحقيقي، وطلع منتمي لشعب الرب. فدي سنين ما ضاعتش، يعني كأنه خد من القصر بتاع فرعون، خد الحاجة المفيدة وما خدش حاجة المضرة، خدش من القصر حاجة المضرة. ولازم نعلن إيماننا دائما إن أولادنا في المدارس وفي الجامعة، ولما يروحوا الجامعة ولما يشتغلوا، ياخدوا الحاجة الكويسة، وما ياخدوش أبدا 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 أشياء مضرة. ما يتعلموش حاجات غلط من زمايلهم في المدرسة أو الجامعة. لازم نؤمن إن التأثير الروحي بتاعنا في البيت والتأثير الروحي على أولادنا من خلال مدارس الأحد، الاتنين، تأثير الكنيسة وتأثير البيت، أقوى أقوى من تأثير العالم، لأنهم لازم يتعلموا. وادي موسى اتعلم، يقول لك تهذب بكل حكمة المصريين، ودانيال والتلات فتية اتعلموا في الجامعة بتاعة نبوخذ نصر اللي بابل، اللي كلها ناس كهنة بتعوت العبادة الوثنية بتاعة البابليين وعلاقتها بالنجوم والأبراج، وخدوا الحاجات اللي تفتهم ومفيش حاجة خدوها مضرة ليهم. لازم 40 السنة الأولى دي مهمة في إعداد هذا القائد العظيم عشان يقود الشعب 40 سنة في البرية. يبقى عشان 40 سنة أعد 80 سنة، شوف الثقل، 80 سنة إعداد من أجل 40 سنة عمل وقيادة للشعب وخدمة عمل للرب. يعني مقابل سنة في سنتين، 80 على 40 2، يعني مقابل كل سنة نقدر نقول كده كل سنة خدم فيها كان احتاجت سنتين إعداد. والأربعين سنة بقى اللي عتى في البرية مفيدة أيضا، لتعلم فيها بقى حاجات تانية، الرعاية بقى، لأنه بيرعى، مسؤول عن غنم، مسؤول عن خراف، لازم يرعاها، فلازم عينه تبقى مفتوحة يقظة، بيعرف يتعامل مع الذئاب اللي بتهجم، بيعرف يبقى مرن مع خروف معين ويبقى حاسم مع خروف آخر. في خروف يمشي وراء باللطف، في خروف تاني بدون شدة معاه هيهرب. اتعلم الرعاية
عشان يعرف، كأن الرب بيعده يرعى غنم عشان يعرف بعد كده يرعى ناس. وده نفس الشيء اللي عمله الرب مع داود. داود برضو خد فترة إعداد. داود تعلم أن يرعى الناس ثم اشتغل راعي للغنم، لأن أبوه عنده غنم وكان يرعى الغنم بتاع أبوه. اتعلم حاجات في 40 سنة، وتعلم بقى الحياة العائلية لأنك عمل أسرة، والعلاقات مع عيلة مراته، والعلاقات مع الناس اللي مش من نفس الجنس بتاعه، وتعلم أن يعتمد على الرب في الغربة. أنه الأول كان مسنود بشعبه لما كان في أرض مصر، في أرض مديان دي البعيدة، هيبقى مسنود بمين؟ ما قدموش غير الرب. اتعلم 80 سنة إعداد عشان 40 سنة اللي احنا هنتأمل فيها بداية من هذه الحلقة. عزيزي المشاهد، درس هام، ما تعملش اي امر في حياتك مهم باستعجال. قول كده: وقت الاعداد وقت هام. اعد نفسي. والرب كمان في الوقت ده، ال40 سنة دي اللي عتى هو الرب دعاه للخدمة 100%، وعرف كده هو سنه 40 سنة، ويمكن قبل كده بس خد القرار هو سنه 40 سنة ان يسيب قصر فرعون. انما في 40 سنة كمان اللي عتى في مديان دي، الرب كان بيعد فيها الامور لموسى. يعني وقت الاعداد ده مش ضايع. انت بتعد بالصلاة وانك تستشير الناس، والرب بيعد لك الظروف عشان اول ما تبدا الحاجه اللي انت عايز تعملها تلاقي كل حاجه مهيئه. انت مهيئ والظروف مهيئه. وفعلا بعد 80 سنة من ميلاد موسى صار مهيئا لقياده الشعب في بريه، مش هيقودهم في جنينه. صار موسى مهيئا لقياده الشعب لكي يقودهم بنجاح، قادهم من أرض مصر لحد أرض كنعان. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.